إخوة المغاربة، بغيتكم بداية تنضموا مع الإخوان في الجزائر ومع الدولة الجزائرية مع النظام الجزائري، حيث هو اللي عاجز عن فعل أي شيء. ألوغ اللي وقع هو أنه خرج واحد الأمين عام رئيس ديال الحزب في فرنسا، وحنا كنعرفوا أنه الجزائر كطالب بالذاكرة ديالها، من حقها الذاكرة، 132 عام ديال الاستعمار الفرنسي، من حقها تاخذ ديك الوراق ديالها، وتاخذ السلام ديال الأمير عبد القادر، وتاخذ السيف والعمامة والسروال، وبطبيعة الحال كاع داكشي اللي بقى عند فرنسا. غير هو خرج إريك سيوتي، هانتوما كيما كتشوفوا دابا في كومونتير. حنا عارفين الجزائر ما تقدرش تقطع العلاقات مع فرنسا، بالرغم من هادشي اللي قال سيوتي، قال لهم اللي بغى ياخذ كلشي، بغيتو الذاكرة ديو حتى داكشي اللي عندنا الآخر. كلانديستان وبلا اوراق وكلشي، قال لهم الحراقه وكاع اللي بلا اوراق والمجرمين وكلهم ديهم كاع لفرنسا ولا ما غنعطيوكم والو. داكشي علاش كيما قلت لكم عارفين بانه الدوله الجزائريه ما تقدر دير والو، ما تقدر لا تسحب سفير لا دير شي حاجه، وحنا غنضامنوا معها بطبيعه الحال. المسلم هو اللي يكون مع اخوه المسلم في هذه المحنه هذه.